ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده هو ميك اب في 5 دقايق. كتير قوي هتضطري ان انت تعملي ميك اب سريع جدا، فاحنا عاملين تحدي كده في 5 دقايق. انا من نوع الناس اللي ان مستحيل 5 دقايق دي، يعني اقل حاجه يعني ربع ساعه دي اكون بعمله بسرعه. فهنعمل ميك اب في 5 دقايق. هظبط بس كده، والله انا حاسه ان هو صعب قوي يعني، بس ال5 دقايق بالنسبه لي هستخدم الكونسيلر بس عشان انا عايزه انجز بسرعه جدا. اهو في 5 دقايق استخدم الكونسيلر بسرعه. هترشي الفيكس عشان تعرفي تدمجي بسرعة. وتعملي تامينج بسرعة. بعدين وبعدين هنثبت بالباودر بسرعة. وبحب احط على الحواجب لما احط لوس باودر. اعمل كونتور بسرعة. بعدين هاخد من هنا بلاشر بسرعة. هايلايتر. ليكويد اي شادو. ماسكارا. فيكس. السيتنج دي اخر حاجة.
كفايه كده خلاص. طبعا الماسكارا خلصت خلاص انجزنا الحمد لله في 5 دقايق. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي على لايك وشير واشتراك او سبسكرايب وتفعلي الجرس على اول او الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.